الأصل الرابع والخمسون بعد المئة: من يعارض دين الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفتاوى المخالفة فإنه يخشى عليه كما قال الإمام أحمد، يخشى عليه من الزيغ والضلال الذي يوقعه في الشرك بالله. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني الحديث وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان هو سفيان الثوري، إمام من الأئمة، ومع ذلك يقول لو قدموا رأيه على الحديث الصحيح هذا محل إنكار. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة هي الشرك، لعله يرد بعض ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم فيقع في شيء من الزيغ فيهلك.